السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي سلسلة تعليم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نبدأ في حلقتنا اليوم إن شاء الله، نفتح القرآن ونقرأ من القرآن. فتحنا على سورة يونس، اخترنا آية رقم 16. نشوف ايش بتقول مع بعض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، افلا تعقلون. كمان مرة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. يعني أفلا تعقلون، يعني ما في عندكم عقول تفكر. تعالوا مع بعض نشوف إيش مدلول هاي الآية. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد نبي الإسلام، يأمره يعني أن يأتي بحجة. يعني هاي الآية حجة للمشركين والكفرة. يعني يأمر الله محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس أن الله لو شاء الله كان ما يعني كان ما خلاه يعني يتلو عليكم القرآن، ولا حتى ينزل عليكم القرآن، لو هذه إشاءة الله، إرادة الله. لو كانت أنه ما يتلو النبي على الناس القرآن لكانت إشاءة الله، ولكن إشاءة الله جاءت أنه النبي محمد أمر أنه يتلو القرآن على الكافرين وعلى المشركين وعلى الناس، على الناس أجمعين. حتى ولا أدراكم به، ولا حتى كان ممكن تعلموا أي شيء عنه القرآن نهائي. هذه إرادة الله كانت أنه يطلع على الناس، وأن الناس يعرفوا أنه يعرفوا آيات الله، يعرفوا القرآن، يقرأوا القرآن. فهذا جاء يعني أمر من الله عز وجل أنه يقول للناس، لمحمد أنه يقول للناس أنه لو الله أراد أنه يعني ما يطلع القرآن عليكم وما ينزل عليكم كان ذلك. يعني تكملة، حتى ولا أدراكم به، يعني حتى ولو كنتوا يعني تعرفوا نهائي عنه. والحجة أنه الله يقول محمد أنه حتى قل لهم أنه أنا لبست في قعدت يعني عشت تقريبا 40 أو 41 أو 42 عام بينكم، يعني ألا تعقلون. يعني طب انا لو انا الفته او جبته من عندي، طب ما كان قلت لكم اياه يعني وانا مثلا بالثلاثينات او العشرينات. بعض انبياء كانوا يعني بالعمر القريب، يعني بالعمر الشباب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الحجة انه عاش بين الناس هذه تقريبا. لما نزلت عليه الرسالة كان عمره بالأربعينات، يعني بالأربعين أو 41 أو 42. فما عندكم عقل تفكروا، ما عندكم يعني مخ تستخدموه وتفكروا أنه ليه النبي ما قرأ عليكم القرآن بعمر الصبا. هو عاش بينكم على أنه الأمين الصادق الأمين 40 عام. فألا تعقلون، يعني بتفكروش انتو. فهذه كانت حجة من الله. نيجي كمان مرة باختصار نقول انه الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام انه لو شاء الله كان ما نزل عليكم القرآن وما قرأ عليكم القرآن اطلاقا، ولا حتى يعني كنتوا تعرفوا فيه. ما انا مش كنت بينكم عمر كامل تقريبا 40 سنة، 42 سنة، عمر كامل. يعني كان زمان الناس يعني بتموت بالأربعينات، بال45 بيكونوا يعني عاشوا منيح. فما عندكم عقل، ما عندكم مخ، يا مشركين يا كفرة،
اللي انتم ما بتصدقوا بالقرآن ونزول القرآن، وما بتصدقوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف ما بتصدقوا فيه وهو عاش بينكم 40 عام؟ لو شاء كان، ولو كان من عنده القرآن ومن تأليفه لمحمد أو نقله عن أي كتب، كان يعني الأحرى أنه كان عملها هو بالعشرينات، حيث أنه العقل يعني مش كامل. فهذه عبرة للمشركين، ونرجو أنه نكون إحنا على صواب. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وآية أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.